على بركة الله. إذا مشاهدين كرام مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا مرحبا بكم في هذا البث المباشر الجديد من مدينة سطات، بالضبط يعني من وسط المدينة، بالضبط يعني كنتواجدوا في شارع الحسن الثاني. يعني حرارة مفرطة جدا اليوم، اللي وصلت درجة الحرارة ل 44، والآن يعني درجة الحرارة الآن بالضبط يعني الآن يعني مع الساعة 6:25 مساء وصلت ل 41 درجة، يعني مازال مرتفعة. قبل ساعة كانت 43، يعني 43 42، الآن 41 درجة، يعني حرارة مفرطة اليوم. من الرقم اللي وصلت لي يعني كبير، مقارنة يعني مدينة سطات، فكتعرف يعني في فصل الصيف مدينة سطات يعني كتعرف درجة الحرارة كتكون مرتفعة. مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، يعني الناس الآن يعني العشية هذه والناس كيخرجوا من الدور ديالهم، ولكن كنشوفوا يعني مازال الناس ما خارجينش، الناس مازال في المنازل ديالهم، كل شيء باقي داخل الشوارع. يعني قليل للناس اللي خارجين فيهم، انهم اللي غادي يقضي شي غرض ديالو ولا غادي للخدمة فهو اللي غادي يخرج في هذا الوقت هذا. فيعني درجة الحرارة مازالت مرتفعة مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فكما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة سطات، بالضبط يعني من وسط المدينة، الله يرحمنا يا ربي. يعني حرارة مفرطة، حرارة درجة الحرارة مرتفعة مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي. فكما كتشوفوا معنا لهذا البث المباشر من مدينة سطات، يعني وحتى البرد الريح اللي كاين، يعني البرد الريح يعني سخون، ماشي برد اللي بارد ولا، يعني الحرارة والبرد سخون حتى هو. فكيف ما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من مدينة سطات، درجة الحرارة مازال مرتفعة الآن، يعني وصل ل 41 درجة. يعني العشية هذه والحال كيكون بارد في هذه الوقيته، ولكن اليوم كنشوفوا درجة الحرارة مرتفعة بزاف، فالحمد لله. الله يلطف بينا يا ربي. البث المباشر من مدينة سطات، كما كتشوفوا معنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من عاصمة الشوية مدينة سطات، درجة الحرارة مازال مرتفعة. يعني الآن وصل لدرجة، يعني الدرجة وصل ل 41، درجة الحرارة 41 اللي وصل هنا مدينة سطات. يعني اليوم يعني العرف درجات الحرارة اللي مرتفعة
في مدينة سطات، وصلت ل 44 درجة. فكما كتشوفوا معنا على هذا البث المباشر من مدينة سطات، مشاهدي الكرام الشريقة، نشوفوا تاني كما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام الشريقة، نشوف تاني على هذا البث المباشر من وسط المدينة بعاصمة الشاوية. كما كتشوفوا معنا المشاهدين الكرام الشريقة، نشوف تاني الله يلطف، الله يلطف بينا يا ربي. ويعني درجه الحراره اللي يعني ما كتكونش بزاف، يعني كتكون درجه الحراره 40 39، فاليوم 44 درجه اللي وصلت، وفي هذه الساعه دابا في حدود الساعه يعني 41 درجه ديال الحراره. مشاهدي الكرام الشريقة، نشوف تاني، فنتمنوا السلامه وان الواحد رد باله والوقاية بطبيعة الحال. مشاهدي الكرام الشريقة، نشوف تاني يعني البرد حتى هو سخون، يعني درجة الحرارة مرتفعة والبرد سخون حتى هو. درنا مشاهدي الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، نشكركم على حسن متابعتكم، والى بث مباشر اخر ان شاء الله.